بنات كي دايرين لاباس عليكم والحبابه ديالي، كنقول لكم مرحبا كل واحد انضم للقناه، كنقول ليه مرحبا وشرفتيني ونورتيني. وكذلك كنشكر الناس ديال الميد راديو، كنقول لهم شكرا على التفاعل ديالكم، او شكرا الناس ديال الراديو، شكرا على تعاليقكم الزوينه انكم نورتوني. واللي بغيت نقول لكم لهاد لا فيديو، راه اليوم درت هاد لا فيديو خصيصا للبنات اللي طلبوني كيفاش يغسلوا لا ماشين ديالهم ويحيدوا من هذاك الماء الطبيعي، وكيفاش يحافظوا على الفران ديالهم اذا كان ديال الضوء. فخليكم لاخر الفيديو وما تنساوش من لايك والاشتراك. وهاد لا فيديو بالضبط درتو تحديدا للبنات اللي طلبوني على الخاص، فكنتمنى حتى نتوما ما تبخلوش عليا من لايك والبارتاج باش تعم الفائده وفرجه ممتعه. وان شاء الله غادي نقدم لكم وصفات، ولكن نتوما كتبغوا بحال الروتينات. السلام عليكم، السلام عليكم الغزالات ديالي والحباب ديالي، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. فيديو جديد على قناتي وقناتكم بنات ام جاد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم باش كنغسل الفران ديالي وباش كنغسل نحافظ على الحيط ديالي من صباغه خيال، وكيفاش كنحافظ على الماكينه. وقبل ما نبداو حبيبتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وكما كتشوفوا معايا حبيباتي، انا تبديت، ولكن تفكرت ان بزاف الحباب كيطلبوني على الطاجين. هنايا الطاجين كندير انا البيلو، يعني هنا كندير البيلو مع الاودو كويس، هذا كله كيتسمى البيلو اودو كويس، اولا كما كنقولوا احنا الفخاد. هذا هو الفخاد، لان يعني يكون البيلو مع الفخاد ديالو، يعني الاودو كويس والبيلو، تبان لك يعرفوا الاسماء. هنا كما كتشوفوا كندير، يلاه بديت، كندير شويه الربيع وكندير شويه دامة الزعفران وغندير شويه البزار. هنا بالنسبه للبنات غيقول لي على الملون، انا ما كنديرش الكاغيط، مي هذا احتاجيته باش ما نستعملش زعفران. وهنا ضروري في الطواجن كلهم ديال البنات، هذا طاجين سوسي ما غندير فيه لا ما لا والو كما غتشوفوا معايا. كندير القرفه، والقرفه البنات في المريقه او في هذاك كتعطي واحد المذاق ولا اروع، والناس زمان كاع كانوا كيديروا شويه منها في الحريره. واللي متفقه معايا كتبها لي في كومونتير. وهنا كما كتشوفوا كندير شويه البزار، قد شويه القرفه وشويه الكركم، وغندير سكينجبير يعني العطريه ديالنا المغربيه، وغندير زيت زيتون. وهنا كما كتشوفوا معايا حبيباتي غادي نزيد كما قلت الثومه، غادي نحكها. انا كندير هذه الطريقه كتجيني فساهله البنات، انا كنخليها بالقشر ديالها وكنحكها في الهاشوار بحال هكا، وغير فاسيلمون كتحيد معكم ديك القشره. يعني هنا بالنسبه للناس اللي كانوا بحالي مزروبين، اولا كان عندكم الوقت ماشي مشكل، غادي تنقيها وغادي تهاشيها بلا باراي ديالها اولا بحال هكا بالحكاكه. انا كتجيني هذه يعني ساهله وعمليه. كما قلت لكم انا في الطاجين هنايا كما قلت لكم استعملت الدجاج، وحتى بهذه الطريقه كنديرها انا حتى اللحم، يعني اللحم هنا العكس ديالو، كنقليه وكندير البصله وكنخليه يطيب، كندير ليه شويه الماء كنخليه يطيب، ابخي عاد كندير عليه الخضره. وهذه الطريقه كيديروها حتى في لي ريستورون ديال الطريق ولا هذه، باش اللحم عكس ديال الدجاج. الدجاج من الاول كتصافي كتماريني وكديري العطريه عفوا والبصله والبطاطا وكشي، كتطلق الماء ديالها والدجاج كيطلق الماء ديالو. هنا كما كتشوفوا بعد ما درت العطريه وخلطتها مع بعضياتها، هنا هاد البصله انا اليوم ما فرشت ليه، ما فرشت للطاجين اعواد الربيع ولا اعواد الكرافس، اش كنديرها في الحوت بزاف. اليوم مباشره غادي نفرش ليه انا البصله، وبغيت ديك البصله عندي هنا البصله الحمراء والبيضاء، بغيت حتى هي تطلق ليا الريحه ديالها. وها نتوما مع لا فيديو. وهنا كما كتشوفوا يا حبيباتي درت البصله ديالي، الجزر كندير ليه بحال هذه الطريقه، كنقطعو رقيق وكنحطو حتى هو فوق هكا، كيعجب الجوري وكيعجب هكا الوليدات، كندخلو لهم الخضره وكتولفهم ياكلو من صغرهم الخضره. صافي البطاطا كنقطعها بحال هكا وكنبدا ندورها بحال هكا على الطاجين ديالي، يعني كنوقف الطاجين ديالي بحال هكا، لان حتى بعض البنات كيسولوني على تستيف الخضره، فضروري الخضره كتلعب دور زوين في الطاجين وفي البريزونطاسيون. كتعرفوا العين هي اللي كتاكل قبل من اي شيء، والطاجين ضروري كتقبيه بحال هكا، كيجي اللحم الوسط وكتجي الخضره الوسط، وكتدور عليه بطاطا ولا اي خضره بغيتي، فكيمشي بحال هذا الطريقه. وغادي نخليكم على فيديو. المدد
وهنا الغزالات كما كتشوفوا معايا كنوضع الطاجين ديالي بحال هكا، وكنشوفوا راه ما دايره لا ما والو. كنقول لكم هنايا وما شاء الله البصله بدات كتطلق المرق ديالها هي والخضره كما قلت لكم، والدجاج حتى هو كيطلق ديك المريقه ديالو والماء ديالو. وهنا ديك البطاطا وهذا كطيب داك البخار اللي غيبدا يطلع هنا. صافي كما شفتوا قديتو، غادي نوضع عليه شويه الربيع وشويه فليفله، وكنزيدو ليه هكا شي تحسونات، وزيت الزيتون كنديرو من الفوق، وشويه مليحه، وشويه القرفه حتى كندير في الاخر. وخليكم على فيديو. وهنا صافي باش بقات ديك الحفره غادي ندير فوق منها مطيشه كنقطعها، وكندير الزبيب فوق منها حتى هي. صدقوني هاد الطاجين كيجي ولا اروع، كيجي بنين، وكياكلوه ليا الوليدات، وكياكلوه حتى كذلك مول الدار ولا اي واحد جا عندي كياكلو كيعجبو. شوفوا انا كنحط في الخضره، وشوفوا الجناب المرق بدا شويه كيخرج كما قلت لكم. ديروا هذا الشيء اللي درت انا، وان شاء الله غادي ينجح معكم الطاجين. فالطاجين البنات نصيحه، ما كيبغيش دوك المياهات، ما كيبغيش داك البلول بزاف، الروا بزاف، فانكم ديروا طريقتي وان شاء الله غادي تحصلوا ناس. وحتى اللي كيطيبوا فوق الفخر يعني على المطاعم سواء ديال الطريقه هذا، فكيديروا نفس الطريقه، ولكن هما كيبقاو مره كيرشوه بحال القرعه بارشه، ماشي كيديروا المياهات. صافي كنشوف البنات بزاف كيديروا الطواجن غامرين بالماء. صافي كيتشوف كيجي ناشف، وكندير فليفله، وغادي نخلي كما كتشوفوا معايا قلت لكم كنخليو الطاجين ناشف بلا ما ديروا لا قطره الماء لا والو. الخضره غتبدا تطلق ليكم، وكما قلت لكم هنا في الاخر كنضيف في اللمسات الاخيره شويه زيت الزيتون، وكندير شويه القرفه ومليحه، وكنخليه يتغيد هو في هذيك المريقه ديالو. كيبدا طيب والبخار كيطيب لي الخضره كامله، لان دغيا كيطيب الطاجين ديال الطاطا والبصله والمطيشه وتالخيزو. غنوري لكم طاب وجا رائع. وهذا هو الغزاله ديالي، الطاجين ديالي بعد ما طاب. شوفوا كتجي فيه المريقه، كيجي رائع ولا اروع. وغادي تسمعوا الشهاده ديال وليداتي لانهم باقيين صغار وما غاديش يكذبوا، وكنعرفوا ان الدراري الصغار كيقولوا داك الشيء اللي كيحسوا به واللي كيبغوا. شوفوا البطاطا كتجي ناجحه وطيبه، خلفوا البليله اللي كتبقى يعني كيجي طاجين شهي وكيجي رائع. كيجاكم طاجين واعر بصحتكم وليداتي، وجربوه وردوا عليا، كيجي توب دي توب. تابعوا ماما ولايك واشتراك، قال لكم جاد وجوري، ما تنساوش ديروا ماما لايك وجاك ماما ياك واشتراك ياك. والله بصحتكم. وطاجين راه كيجي 5 5 وكيجي ناشف كما كتشوفوا، كيجي رائع. هاي لايك لايك دير لايك وهنا بعد ما تغدينا لاله جوري دات لي واحد الزبله، اننا كما كتشوفوا بيتهم حتى هو مصبغه بخيال، ودات لي هنا ستيلو وماشي ستيلو العادي، دات لي الوان ديال الشمع. وصراحه دات لي من دو كوتي من الدخله ومن الجنب ديالهم الاخر، ولكن غادي نوريكم الحل بالنسبه للناس اللي مصبغين بخيال. غنوريكم انا عندي البرودوي، ولكن نتوما اللي ما عندهاش البرودوي غادي دير واحد الطريقه اللي ساهله. شوفوا خططت لي واحد التخطيطه مزيانه، انا هنا كندير هذا كيحيد لي ستيلو من اي حاجه. بالنسبه لكارت البرودوي ما بقاش موجود في السوق، راه هنا انا كنخطط لي بستيلو وعي كنمسحو. تخيلوا معايا كيخرج ليا تشوب نقي ومحيد منه ستيلو بدون ان يتخسر لي كتب ولا حاجه. هذا كان كيجيبو لي راجلي من طنجه، ولكن السريعه ما بقاتش خدامه. صافي هنا رشيت، وكناخذ هاد الحلفه البنات صدقوني راه رائع وعندها بزاف الاستعمالات. رشيت على بحال هكا وغادي نمسح مسيحه خفيفه. وبالنسبه للناس اللي غيقول لي ما عندناش لو برودوي، ما عندناش لو برودوي، راه ماشي بالضروره، غدير غير الصابون ديالك ديال اللي كتغسل بيه الماعن في هذيك الحلفه، وغادي تحكي بهكا شويه، ماشي تحكي غير كتحكي حتى كتحيدي داك الستيلو. ومباشره كانت عندك صبغه بيضاء او لا هكا كديري فوق منها سينيال اللي كيكون بيان، وكتمسحي فيها، وفي الاخر كتمسحي حتى وكتحيدي، كتخرج لك النتيجه ولا اروع. انا هنا كان عندي هاد البرودوي درته، ولكن قبل ما كانش عندي البرودوي كنت كندير هاد الطريقه. كندير اي برودوي كنمسح بهذيك، ومن بعد كندير فوق منها سينيال بيض، وكنديرو انا عشان ما كانش عندي سينيال بيض، هنا عندي سينيال ديال الفحم الاسود. فهادشي علاش ما وريتهاش لكم، نهار غيكون عندي سينيال ابيض غادي نوريكم. فكما قلت لكم كتعطي واحد النتيجه ولا اروع، والستيلو كيحيد كتقولي باي باي بحال ما عمرو ما كان. شوفوا النتيجه هنا راه مقربه التليفون ما كيبانش لكم، انا عندي فيها البريون انا الصباغه، ولكن اقسم بالله البنات الا بحال ما عمرها ما خطات لي. شوفوا بقى لا بغيون بقى كلشي، ولكن كتوركوش البنات حتى كتوركو الصباغه الثانيه. وهنا كما كتشوفوا حبيباتي صدقوني النتيجه جات ولا اروع، عجبتني النتيجه بزاف كما قلت لكم. فما توركوش على بزاف، انا قلت لكم خفيفه تتحيد لكم السيل، وديروا في الاخر سينيال يعني. هنا كما كتشوفوا حبيباتي جات الماكينه اللي انا صراحه النتيجه دائما كتبهرني، المواد طبيعيه
وشوفوا الجلده كتخرج كتشقشق، الماكينه كتخرج كتشقشق، لان الجوان دابا شحال من وحده ما كتستعملهاش في الصيف. جاو بزاف الرسائل انني كيفاش يحافظوا عليها، فهادشي بارطاجيت معكم. هنا غنبدا باول حاجه هو الفران، كندير فيه البيكربونات اللي شاركت معكم، هادو اقتصاديه، وكدير لكم هادي ديال القرعه اللي دايره 15 درهم. وما شوفوا التفاعل ملي كديروا البيكربونات وكديروا عليها الخل الابيض، شوفوا راه كتعطي واحد الكشكوشه. انا قطعت الصوت لان كنصداع ديال الدراري والتلفازه، شوفوا كيعطي واحد التفاعل رائع البنات. كندير هكا وكندوز عليه بحال هكا بالشيته، هذه هي اللي فيها الصافون البنات، اللي ما عندهاش هذه الشيته دير الصافون مباشره فوق من هذا الشيء، وكتحكي بحال هكا باش ديري كاع على الفران البنات. راه كنت مطيبه فيه انا الحوت، مطيبه فيه اللحم، فراه شويه ولا ليا موسخ، ولكن كما كنقول لكم دائما انا كنحافظ عليه هكا لا هو الماكينه. فاي اشياء البنات حافظتي عليها راه كتبقى معاك مده طويله، ما حافظتيش عليها دغيا كتبقى. كمشي جات الفرفاله تاعي كنحكها كنفحص سلوكها، انا باقا ما زعماش نحيد الجلده، كنحيد غير الجاجه صافي، كنحكو كله بحال هكا، كندخل فيه داك البيكربونات والخل والصافون، وكنخليه ثاني واحد 10 دقائق عاد باش كنرجع عليه كنحكو. فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر، لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر قادر على ما لا يقدر، لما تصير برا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهاب لما وهنا كما كتشوفوا الغزالات صافي هنا كتوركوا. عندنا واحد البياسات من الجناب كما كتشوفوا، كنحيد باش نحيد الدجاجه، كنحيد عندنا الدجاجه الاولى، ولكن اتونسيو بالنسبه للناس اللي ما غيعرفوش يحيدوها، الا كان عندكم فران بحال ديالي. فانا صراحه في الاوائل ما كنتش كنحيدها، يلاه تعلمت لها وليت كنحيدها باش هنا كننقي مزيان هاد البلايص هادو، ولكن الناس كيدخلوا فيهم تفرشي ديال الخبز ولا بحال هكا كما قلت لكم كيدخل تفرتيت. وهنايا الفاندا باقا ما كنزعمش نحيدها، يعني بشوي شوي كنتعلم الحاجه كنحيدها وكنبارطاجها معكم. هنا صافي راه عاودت مسحتو مزيان ودرت ليه الصافون والشيته كما قلت لكم. هنا مباشره غادي ندوز معكم الماكينه اللي كندير فيها تاهي البيكربونات في المجار ديالها، وكندير تاهي الخل، وبعض المرات كندير حتى جافيل البنات، وكندورها ما في 60 درجه اولا كنديرها في 21 درجه على حسب كما كيفاش كتبان لكم الماكينه ديالكم. لا بريبار انا كنديرها في 21 دقيقه صافي وكنديرها. وهنا بالنسبه للمجر غادي نشوف نوريكم كيفاش حتى هو كنحيدو، شوفوا هنا كندير 21 درجه صافي كما قلت لكم، هنا راه 21 صافي كندير، لا كنخدمها بحال غادي نخدم نصبن صافي، وكتبقى الدور ملي كتخرج كتخرج نتيجه رائعه. شوفوا الفران حتى هو كيخرج كيشقشق وكيخرج كتشوف الريحه كتشمو فيه رائعه، يعني كاين واحد لو برودوي ديالو سميتو كازينو، ولكن انا الصراحه ما بغيتش نستعملو هكا، بغيت نبارطاجي معكم الاشياء الطبيعيه اللي كنستعملو كتخرج. وشوفوا هنا الجوانب ديالو كيخرجوا كيتنقاو كيف قلت لكم حبيباتي، كتخرج النتيجه ولا اروع. وصافي هنا راه سديتو باش نوريه لكم، صافي ركبت رجعت ليه الجاجه ديالو. وهنا هذا البخودو اللي ديجا عجب البنات بزاف، فهذا هو الصفر ديالو اللي كنقي به سبرديلات، كنقي به الجليج. وهنا غنوريكم النتيجه، شوفوا سبرديل جوري كلها موسخه اعزكم الله، شوفوا كنديرو مثلا غير في طوغشون بلا ما درتو لا في شي حتى لا والو، وشوفوا راه كيف كيخرج السبرديله، شوفوا قلت لكم هنا راه موسخه اعزكم الله، وشوفوا راه كيخرجها بيضه، يعني هنا شي وحده مزروبه وسبرديت ولدها موسخه ولا سبرديلتها ولا هكا، فكدوز عليها بحال هكا راه رائع. انا السي هذا ما شريتوش من شي منتج، واحد الدري كان كيدور يلاه الشركه كانت بانت وطلع عندنا هكا كيدور في العماره، وشريتو من عنده الصراحه صدق لي رائع، راه كان عطاني واحد لو سيت ديالهم غادي نتاكد منه غنحط لكم شي صندوق الوصف شي في شي فيديو اخر. شوفوا هنا راه الوسخ الوسخ، وراه الصراحه كيخرجها بلا ما نحكها. وهنا كذلك البلاصه البيضه ديال السبرديل الجاد حتى هي كنديرها بحال هكا، ما كنديرها لا تيد لا ولا البنات، كنديرو هكايا وكنبقى نحك في الجوانب حتى كتخرج ليا السبرديله بيضاء، يعني بدون تعب البنات بدون اي حاجه. فصراحه شي شهر لي هاد البخور دوي، وصراحه ما كنتش خديتو غالي من عنده، هو الدري كان كيقرا وكيباع في الصيف وخديته من عنده، ولكن الصراحه الشركه الصحه انا راه ما عطيني لا اشهار لا والو على البنات، لان بزاف كيعانيو بحالي من هاد الاشياء كنعطيها لكم سهله. هنا وريتكم الاشياء الطبيعيه اللي كنستعمل، ووريتكم الاشياء اللي كنستعمل بحال هكا بالبرودويات صافي. كما قلت لكم هذه
غنوريه لكم باش نوريك المنتوج ونوريكم السميه ديالو، وشوفوا النتيجه خرجات كتشعل. وهذا هو البنات بالنسبه اللي بغيتو ديروا لي سكرين، هو هذا راه كتمسحوا به كما قلت لكم العود، كمسح به شي حاجه حتى هو ديال الدجاج، كمسح به دي زيسبا يعني سبرديلات صبابط كما شفتوا، البلاستيك الالومنيوم، يعني عنده بزاف المزايا. وهذا هو الاحمر ديالو اللي كيمسح ليا نيتوايون فو يعني في لابلاك الفران اللي ماشي حاجه ميدومه، شي حاجه مثلا في البوطه لاصقه ليكم. الصراحه عنده بزاف الاستعمالات كيستحق انه ندير. وهنا البنات بعد ما ساليت معاكم كيفاش كننظف الفران ديالي وكيفاش كنحافظ عليه هو الماكينة الصابون، لان كانوا بزاف البنات كيسولوني، وكذلك بغيت نبارطاجي معاكم هذا الصابون. هذا زوين بزاف كجبته معايا من الحسيمه، زوين ديال الماكينه، فمشات لي ليه التيكيته، وصراحه اقتصادي كنخلى ليا مولاه ب 55 درهم يعني 11 غرام، فيه تبارك الله 5 ايترو. كتخديت هذا وخديت من عنده كذلك هذا حتى هو هاد ديسول ما زوين، كنعمر دابا قرعه كتجي في قرعه صغيره ديالو، هذا فيه 5 ايترو، هذا ديال الماعن وغسلت به حتى الزربيه، راه غادي نبارطاجيها معكم. خرج لي كتشعل الصراحه هاد الدقال، ودابا انا اصلا كنغسل بليكيد كندير يما اللي وريتكم ديجا، ماشي اريال كولون ديال سبليون، اولا كندير واحد الماركه اخرى حتى هي فلوطا، حتى هي زوينه البنات بزاف. كذلك هذا تاهو فيه 5 ايترو، هذا بحلو بحال هذا الاخضر، جبت جوج، هذا الزوين زوين بزاف البنات بحال هكا زوينين في منها. وراه تقاد ليا باش كندير المعطر اللي كتسولني البنات، تقاد ليا دابا نوريه ليكم القريعه هذه، حتى هي كتخديتها بشي 14 درهم، هذه خديتها من واد لاو، وهذا لقيتو بحالو بحالو، يعني دابا وليت كنعمر هاد القرعه كتغسل ليه صراحه وكيغوي في الماعن. وكما قلت لكم هذا، فالبنات كنصحكم انكم الصراحه ليكيد حسن من السائل، كيكون حسن من الغبره على حسب الماكينه، ما كيديرش داك الكالكير، ما كيديرش بزاف الحوايج. وكما قلت لكم راه مركز للملابس البيضاء، يعني حتى الحوايج البيضاء كيخرجهم لكم كيشعلوا الصراحه بلا ما ديروا هذا، وفيه داك لوجيل ازول، هذاك الحبيبات الزرقاء اللي كتدخل في هذا، فيه هوايه حتى هذا الزرق وهذا كان كيعطيني خضر. ايوا كنتمنى البنات كما ما دخلتش عليكم بزاف الاشياء، حتى نتوما ما تبخلوش عليا من لي لايك ولي اشتراك، واللي باقا ما تبارطاج في القناه كنقول لها مرحبا والف مرحبا بالبارطاج والاشتراك البنات. ولكن كنعجبكم بحال هاد الفيديوهات والروتينات فكتبوهم ليا نبقى نزلهم عليكم، وبسلامه عليكم، خليتكم في رحمه الله.